فعالي السيدة ماريا جابرييل نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية جمهورية بلغاريا. سيدات والسادة، أود بداية أن أرحب بكم والوفد المرافق لسيادتكم ضيوفا كراما. تستعكس هذه الزيارة الكريمة حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بينهما، حيث ترأسنا سويا أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشتركة بين البلدين بحضور لفيف من السادة الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين. كما أود أن أهنئ معالي نائبة رئيس الوزراء على قرب حلول موعد تولي سيادتها منصب رئيس الوزراء في بلغاريا. أتمنى لها دوام التوفيق والنجاح والسداد. وقد عكست مناقشات وأعمال اللجنة رغبة حقيقية من البلدين في تطوير العلاقات والوصول بها إلى آفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين. وتطرقنا إلى مجالات التعاون المشترك سواء القائمة بالفعل والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها، أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها في الفترة القادمة. تناولت مع معالي نائبة رئيس الوزراء أهمية زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات بين البلدين، حيث أبدى الجانب البلغاري اهتماما بالفرص الاستثمارية الكبيرة والمتميزة في مصر وما تقدمه مصر من امتيازات في هذا الشأن. وتطرقنا إلى التعاون في قطاعات مختلفة مثل الطاقة والتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، الطيران المدني والسياحة والزراعة والتعاون الثقافي، طبيعة الحال التعاون العسكري الذي تتم مناقشة تفاصيله في لقاء الآن يجمع السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ونزير سيادته البلغاري. وشهدنا في ختام أعمال اللجنة التوقيع على اتفاقية تبادل الإعفاء التأشيرات لجوازات السفر الدبلوماسية والمهمة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، علاوة على مذكرة تفاهم تم توقيعها بين وزارتي الدفاع في مجال التعاون العسكري، ليضاف إلى رصيد الوثائق التي تنظم التعاون بين البلدين وتدفعه إلى آفاق أرحب. لقد عكس الإعلان المشترك الصادر عن أعمال اللجنة التفاهمات التي توصلنا إليها، وأهمها ضرورة العمل خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات واستمرار التنسيق بشأن الملفات الإقليمية والدولية، خاصة وأن مصر وبلغاريا لديهما ذات الحرص على إرساء منظومة السلم والأمن الدوليين والالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية. استثمرت والزميلة العزيزة السيدة جابرييل الفرصة لتناول أهم الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها الملفات السياسية والأمنية والهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل ما يشهده العالم ومنطقة الشرق الأوسط من تحديات كبيرة تتطلب تكاتف المجتمع الدولي لمواجهتها. وكان على رأس هذه الملفات بطبيعة الحال القضية الفلسطينية التي تعتبرها مصر صلب قضايا المنطقة، لا سيما الأوضاع الجارية في قطاع غزة، حيث أشرت إلى أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية لوقف إطلاق النار ووقف هذه الاعتداءات الوحشية التي لم يسبق لها مثيل. كما أوضحت للسيدة جابرييل أن ما حذرت منه مصر مرارا وتكرارا بشأن تداعيات هذه الحرب على اتساع رقعة الصراع بالمنطقة قد بدأ بالفعل، ويشهد المجتمع الدولي حاليا نتائجه التي يتحمل هو مسؤوليتها بسبب ازدواجية المعايير التي كانت مثار دهشة الرأي العام العالمي وليس العربي أو الإسلامي فقط. تناولنا أيضا تطورات الأوضاع في عدد من الملفات مثل أمن البحر الأحمر وتأثير ذلك على حركة الاقتصاد العالمية والملف الليبي وغيرها من ملفات. كما تطرقنا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، فأوضحت أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية لإنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية والدبلوماسية ومراعاة شواغل كافة الأطراف، خاصة في ضوء التبعات السياسية والاقتصادية السلبية على العالم أجمع. سيداتي والسادة، سأجدد الترحيب بضيفتنا العزيزة السيدة نائبة رئيس الوزراء وزير الخارجية البلغارية والوفد المرافق. أتمنى لهم رحلة آمنة وسعيدة إلى بلغاريا صديقة، عاملين معهم رسائل المودة من مصر وشعبها إلى بلغاريا وشعبها. نحن نعتز كثيرا
علاقات الصداقة التي تجمع فيما بين البلدين، وخلال سنتين نحتفل بمئوية العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين رصيد طويل من العلاقة ومن الثقة المتبادلة ومن المعرفة المتبادلة أيضا للظروف الإقليمية والدولية التي نهتم بها. وبالتأكيد أنه هذه الزيارة وانعقاد اللجنة والاتفاق على دورية انعقاد هذه اللجنة والعمل على دفع العلاقات قدما والرغبة والإرادة سوف تؤتي بثمار في كل المجالات اللي تحدثنا بها. مرة أخرى برحب بها وتتفضل. Thank you very much, Your Excellency, ladies and gentlemen, dear ministers. First of all, I'd like to thank His Excellency Sameh Shoukry for the warm welcome. Thank you to our host for your hospitality. I think that we can all be impressed by your leadership in Egypt in my capacity as Deputy Prime Minister. بصفتي نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية، فهذه الزيارة على هذا المستوى بعد 10 سنوات، فإن وفدي قد تضمن وزير الدفاع ووزير الاتصالات ووزير الاقتصاد والصناعة وكذلك وزيرة الابتكار والنمو ووزير النقل. وأود أن أذكر ببساطة أن في عام 2018 في إطار وزارة السيد وزير الخارجية سامح شكري وزير خارجية مصر إلى بلغاريا، فقد توصلنا إلى اتفاق لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون، والآن بدأنا الجلسة الافتتاحية لآلية التعاون والتي ترأسناها معنا مع السيد وزير الخارجية، وقد تبنينا بيانا مشتركا. ولكن الآن أننا نرسل إشارة قوية، أولا فلدينا بالفعل علاقات متميزة، ومن المهم أن نبقي الحوار السياسي على أعلى مستوى. عقب ذلك نقول بوضوح أننا نود إلى تقوية العلاقة والشراكة الاقتصادية، ونود كذلك القول بأنه في هذا الإطار وبهذا التعاون وبزيارة اليوم نود أن نشكل وأن نقدم حلولا مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية. أقول اليوم رسائلي اليوم هو تكثيف التعاون والاتصال والتنمية الاستراتيجية. وأثناء المناقشات أكدنا على التزامنا لتقوية وتعزيز الحوار السياسي وأخذ شراكتنا إلى بعد جديد. مصر بالنسبة لبلغاريا من أحد الشركاء الأساسيين التجاريين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وناقشنا الاستثمار والتعاون المشترك والتجارة. نحن في موقف جيد لتعميق التعاون بناء على طموحات بلدينا لكي يصبح مراكز للابتكار وللسياحة والاقتصاد والتجارة والأعمال وبوابة للأعمال التي تستهدف الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا. واتفقنا على تعزيز كل الأنشطة المتعلقة بالقطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع أنشطة الشركات الجديدة، وخاصة في مجالات الرقمي والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر، وكذلك تعزيز التعاون المشترك في مجال التكنولوجيا والطاقة، وكذلك في مجال هو في قطاع الطاقة والقطاعات الأخرى المهمة مثل الدفاع والزراعة والسياحة والتواصل بين الشعبين. وقررنا أن نجتمع أو نعقد الجلسة الثانية للجلسة للجنة المشتركة للتعاون أن تعقد هذا العام، وأنني أتوقع أن توسيع قاعدة القانونية ستسهم في توسيع التعاون. والآن
أن توقيع مذكرة التفاهم أضافت قيمة لاجتماع اليوم، وأود أن أؤكد على الإعفاف فمن التأشيرة قصيرة المدى واشتراطاتها. هذا الاتفاق بالطبع ستعزز العلاقات الصداقة بين البلدين وتيسر السفر على من يحملون الجوازات السفر الدبلوماسية، وكذلك التعاون بين وزارتي الدفاع، فهما لي وزير الدفع ليس معنا، ولكن من المهم أن نقول بأننا نود أن نعزز التعاون في مجال الدفاع، وبخاصة بالحديث عن التدريب والتثقيف العسكري ومجابهة الإرهاب. كل هذه الموضوعات مهمة لبلدينا، وشهدنا مع السيد وزير الخارجية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة في بلغاريا ووزارة البترول والتعدين والموارد والثروة المعدنية في مصر، والهدف هو واضح لوضع إطار عمل لتعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي، يستند على مبدأ الاستفادة المشتركة مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة وأهداف البلدين. وأعتقد في النهاية من المهم أن نذكر أننا قد ناقشنا عمليات إنهاء المذكرات واتفاقيات مهمة أخرى، وبخاصة اتفاقية في مجال النقل، لأن لدينا كثير من الطموحات والتواصل والاتصال بين الشعبين، وكل ما يمكن أن نقوم به في مجال النقل لم يكن من السهل تحقيقه، ولكن من جانبنا نحن مستعدون للخطوات القادمة لإنهاء هذه الاتفاقات أيضا. وأود أن أنهي القول بأننا في عامين سنحتفل بمئوية العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مصر العربية، وأود أن أقول بأن زيارتنا اليوم سوف تضيف وتعطي قوة دافعة لعلاقتنا، وكذلك التفكير وتقييم كل ما أنجزناه. شكرا جزيلا. Thank you so much. We open the floor for two questions. برفض إسرائيل لعناصر الصفقة المطروحة من قبل حماس، وفي الوقت نفسه هناك تقارير أيضا وتصريحات إسرائيلية تؤكد أننا بتنا قريبين من هجوم إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية بالقرب من الحدود المصرية، وإصرار إسرائيلي على تحقيق الأهداف في الحرب كاملة. فهل هذا مؤشر على أننا مقبلون على مزيد من التأزم في الموقف؟ وهل تعتقد سيادة الوزير أن فرص التوصل إلى صفقة باتت بعيدة؟ شكراً. شكراً. الصفقة اللي تم بلورتها من خلال المشاورات اللي تمت في باريس بين الأجهزة الاستخباراتية تم طرحها، وكان هناك وجهة نظر إزائها من قبل حماس، وهناك تصريحات صدرت من المسؤولين الإسرائيليين باعتبار أنها مرفوضة أو غير صالحة بأن تكون أساس لهدنة والإفراج عن الرهائن. هذا لم يمنع بوجود اتصالات مستمرة وجهود تبذل هنا في القاهرة لتقريب وجهات النظر لوضع إطار يسمح
بالتوصل إلى هدنة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين الفلسطينيين، وهذا ما نعمل من أجله، ولكن بهدف أن نصل إلى وقف كامل لإطلاق النار. كما دائما أكدنا بأنه الهدف هو وقف الكامل لإطلاق النار، نفاذ المساعدات الإنسانية والعمل على منع أي تصفية للقضية الفلسطينية من خلال النزوح سواء من قطاع غزة أو من الضفة الغربية لخارج الأراضي. مفاوضات معقدة وصفقة بالتأكيد كل طرف يسعى لتحقيق أكبر قدر من المصلحة. الجهود المصرية لن تتوقف في إطار إيجاد حل ووقف لإطلاق النار لإعفاء الأشقاء الفلسطينيين من ويلات هذه الحرب والأضرار البالغة اللي وقعت على المدنيين الأبرياء، ولكن الأمر يتطور ويتطور بشكل سلبي. التصريحات المختلفة اللي بتدلي بها والأعمال اللي بدأت في النشاط العسكري في جنوب قطاع غزة في منطقة رفح تنبئ بمزيد من الضحايا المدنيين بوضع إنساني كارثي، لوجود 1,400,000 مواطن فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة جدا ولا يمكن لهم حماية أنفسهم أمام هذه الأعمال العسكرية. الأمم المتحدة أعلنت خطورة هذا الوضع بأنه وضع لا يمكن استيعابه وضرورة مراعاة القانون الدولي الإنساني، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أعرب أيضا عن قلقه. هناك توافق دولي بأنه المنطقة لا تحتمل نفس كثافة الأعمال العسكرية اللي شهدناها في الأوقات الماضية، وأنه الوضع الإنساني لا بد من احترامه. وهذه هي أيضا دعوة ضرورية نؤكد عليها بأنه الأمر لا يحتمل مزيد من الضحايا من المدنيين، مزيد من التدمير. أوضاع الإنسانية متفاقمة في غزة، وأي زيادة لرقعة الأعمال العسكرية سوف يكون لها أثار وخيمة. مرة أخرى الإجراءات التي تتخذ والتي تؤدي بطبيعة الحال إلى التهجير والنزوح هي لابد أن ينظر إليها على أنها سياسة ممنهجة. يمكن أن يستمر اتخاذ إجراءات كلها تقود إلى نتيجة محتومة، نتيجة الكل يحذر ويرفضها، ولكن المهم أن ألا تستمر الإجراءات للوصول إلى النتيجة المرفوضة. شكرا. سؤال آخر. Miss Kurova from the Bulgarian National Television. One, two, three. سؤالي موجه للسيدة نائبة رئيس وزراء بلغاريا مريم جبريل. لماذا هذه الزيارة مهمة ليس فقط لمصر ولكن أيضا ليس فقط لبلغاريا ولكن أيضا لمصر، وما هي القيمة المضافة لهذه الزيارة؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. هذه الزيارة مهمة بصفة خاصة لأنه يمكنني القول أن هذه الزيارة الأولى من نوعها، وهي زيارة ملموسة وهي قيمة مضافة للمستقبل. هي زيارة الأولى من نوعها ليس فقط لأنها الزيارة الأولى منذ 12 عاما لوزير خارجية بلغاريا إلى مصر، ولكن بعد هذه الفترة هي مهمة لأن هذه هي
الجلسة الأولى للجنة المشتركة للتعاون، أولا تعطينا إطار عمل للعمل المنسق والفرصة لتنفيذ ما اتفقنا عليه معا، وأعتقد هذا أمر مهم للغاية، وأن علينا الآن أن نحفز هذه النتائج وننفذها، وهي زيارة ملمسة. نحن لا نتحدث فقط عن الحوار السياسي على أعلى المستوى الذي نريد الحفاظ عليه، ولكن أيضا المجالات الاستراتيجية للتعاون، الدفاع والزراعة وأمن الغذاء والنقل والسياحة والتواصل بين الشعبين، كل هذه المجالات مهمة بالنسبة للبلدين، لأننا نرى إمكانيات ضخمة للتعاون المشترك لتحقيق منافع ملموسة لمواطنينا، وهي كذلك قيمة مضافة للمستقبل، لأنه من خلال أن يكون لدينا إطار ملموس وزيارة ملموسة ونتائج ملموسة والرغبة في العمل معا وتعزيز التعاون، في الحقيقة نحن نشكل حلولا للتحديات الإقليمية والدولية، والتحديات الإقليمية نحن نطلع إلى الاستقرار ونستلعب دورا رئيسيا، وبالنسبة للدولة فإن بلغاريا كذلك تطلع إلى استقرار كبلد شرق أوروبي، نحن نتناول ونعالج بعض التحديات المشتركة والتواصل، وهذا سيستمر ليس فقط على المستوى الإقليمي ولكن الدولي كذلك، أحد التحديات. وبالنسبة لي فإن الشراكة الاستراتيجية من الاتحاد الأوروبي، لأن بلغاريا ستكون هناك لدعم مصر لإنهاء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، ولهذا نحن كذلك يجب أن نظهر كل الجهود التي تبذلها مصر، وخاصة على مدار الأعوام الماضية، وخاصة في مجال الهجرة غير الشرعية والطاقة، وكذلك أن لديها جدول أعمال إيجابي، لهذا فإنني أعتقد تماما بأن هذه الزيارة ليست كمثل الزيارات السابقة، ولكنها زيارة ملموسة والأولى من نوعها، وهي قيمة مضافة للمستقبل. شكرا. سؤالي لسيادة الوزير سامح شكري. سؤالي لسيادة الوزير سامح شكري، هل اليوم تم مناقشة سبل إيجاد تحرك عربي أوروبي مشترك لوقف سبل ما يحدث في قطاع غزة؟ وهل تم الحديث عن مستقبل القضية الفلسطينية خاصة في ظل وجود تباين في المواقف الأوروبية المشتركة؟ شكرا. تناولنا القضية الفلسطينية بشكل مجمل، سواء فيما يتعلق بالأحداث في غزة وأيضا الأفاق ربما للخروج نحو تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية كالوسيلة الوحيدة لإنهاء الصراع وتحقيق السلام والأمن والاستقرار وإقامة علاقات تعاون وعلاقات طبيعية في المنطقة. بصفة عامة نحن لدينا رؤية مشتركة إزاء التطورات، سواء فيما يتعلق باستمرار الأعمال العسكرية، فيما يتعلق بضرورة مراعاة الاعتبارات الإنسانية والتوافق حول العمل على تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية. هناك أطرق عديدة يتم فيها التشاور، آخرها كان مشاركتي في مجلس المشاركة ولقائي مع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سواء في المشاورات التي تتم على المستوى الثنائي مع شركائنا الأوروبيين الولايات المتحدة والدول العربية، كلها بتصب في محاولة للخروج من هذه الأزمة، محاولة لل إعفاء الشعب الفلسطيني من معاناته سواء كان في القطاع أو في الضفة الغربية، والعمل على تنفيذ الرؤية والتوافق الدولي بالنسبة لإنهاء الصراع والتعامل مع التحديات الراهنة، تحديات مرتبطة بوجود مواقف غير مرنة، مواقف متصلبة ترفض الحل الدولتين وترفض الحقوق المشروعة
للشعب الفلسطيني. تأكيد أنه كلما زادت قنوات الحوار والتنسيق كلما استطعنا أن يكون لنا تأثير أقوى على التطورات، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا التقليديين مثل بلغاريا من منطلق رؤيتهم وقربهم من الأحداث ومعرفتهم بطبيعة وتطوراتها حتى يتم تحقيق الأهداف المشتركة. Dear Deputy Prime Minister Gabriel, نائبة رئيس الوزراء وعزيزي وزير الخارجية السيد صالح الشكري، كيف يمكن أن نسهم في تعميق التعاون بين مصر وبلغاريا؟ شكرا. I think that every single agreement is very, very, very well established and is showing what is the field in which we would like to deepen. بشكل جيد، وستعكس التعاون العميق حينما نتحدث عن مذكرة التفاهم في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، هي ذات أهمية خاصة، وقد رأينا بالفعل مدار العامين عقب الغزو الروسي لأوكرانيا ماذا حدث في هذا المجال، وأمن الطاقة من الملفات المهمة ذات الأولوية، ونحن لا نتوقف هنا، نحن نبذل الجهود ونريد أن نرى كيف معا يمكن فقط نكفل توفير وتوريد الطاقة بل توسيع السوق الطاقة. بالنسبة لهذه خطوة مهمة للأمام، لأن هذا يعني أنه سوف يكون هناك تواصل بين الشعبين، وتحدثنا أعرف كيف نتطلع إلى هذا، ولكن كذلك كبلغاريا يجب أن نلتزم بالتزاماتنا، حيث أننا في القريب العاجل سنلحق بمنطقة الشنغن، وكذلك في مجال الأمن والاستقرار نحن بحاجة إلى بناء ثقة متبادلة. لدينا بالفعل تعاون متميز في هذا المجال، ليس فقط على مستوى تبادل المعلومات، ولكن كذلك بناء القدرات والنمو معا. نحن هنا اليوم ورأينا مجالات مطورة بالفعل، ولدينا إجراءات مشتركة، وهناك مبادرات وكم من جيد من المبادرات، وهناك مجالات أخرى مثل الابتكار، حيث تبادلنا الطموحات في هذا المجال، وأعتقد لدينا المزيد من الفرص للنجاح إذا ما عملنا معا. Once again I welcome and thank Her Excellency المعمقة تناولت مجمل العلاقات الثنائية ومواضع الاهتمام الإقليمية والدولية. بشكر معالي الوزراء من الجانب المصري والجانب البلغاري، معالي وزير الطاقة مع البترول، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير الصناعة ووزير السياحة ووزير النقل ونظرائهم من الجانب البلغاري على مساهمتهم ولقاءاتهم الثنائية اللي أيضا كانت مثمرة في تحديد مجالات ونطاق التعاون فيما بين البلدين. وكما تحدثت معالي نائبة رئيس الوزراء، فعلينا الآن أن نترجم ما تحدثنا حوله إلى برامج ومشاريع محددة نستطيع أن تكون لها إسهامها في تحقيق مزيد من المصالح للشعبين. شكرا جزيلا.